بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وزي ما احنا شايفين كده شباب، لو نسبة الخصم اتغيرت معانا بقت مثلا 2%، كل قيم الجدول بتتغير، الكميات بتتغير، الأسعار بتتغير وفقا لنسب الخصم اللي موجودة، وحاطين يجي مثلا حوالي 10 أو 15 افتراضية نقدر ان احنا نبيع منتجاتنا واسعارنا وكمياتنا بناء عليهم. عايز تعرف ازاي تشتغل وات اف اناليسيس صح من الجزء الثاني للداتا تيبل، تابعنا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. مكملين مع بعض يا شباب رحلة الوات اف اناليسيس والداتا اناليسيس والبيج داتا، او التعامل مع البيانات ذات الحجم الكبير زي ما بيقولوا يعني، وازاي ان احنا نقدر نحقق لمديرنا او حتى لنفسنا لو احنا اصحاب شركة افتراضات، ونختار ما بينهم انسب حل نطبق عليه شغلنا. لازم تكون شفت الفيديو اللي فات واول حل من الجول سيك، وازاي ان احنا نوصل مبيعاتنا لمبلغ معين او كميات مبيعات لرقم معين او الاسعار لرقم معين حسب الافتراضات وحسب التارجت اللي احنا مطالبين ان احنا نحققه. هنا بقى انا عندي اكتر من كمية، يعني عندي عروض اسعار وعروض كميات كتيرة جدا، عاوز اعرف لو انا طبقت من خلالها مبيعات بنسبة خصم معينة هوصل لفلوس كام. يعني مثلا احنا عندنا هنا كمية من منتج معين 13,000 هنبيعهم بسعر 10 جنيه مثلا او 10 ريال حسب دولتك بنسبة خصم 2%، تبقى مبيعاتنا كام؟ 2600. عملناها ازاي؟ ضربنا الكمية في السعر في نسبة الايه الخصم، طلع كام؟ ال 2600. طيب لو السعر بقى 17 والكمية بقت 13,239 مثلا، الفلوس هتبقى قد ايه؟ طب لو 14 ونفس الكمية، طب لو 11 ونفس الكمية، طب لو الكمية اتغيرت على نفس السعر، واخد بالك؟ طب لو حطينا بقى اكتر من افتراضية للكميات على نفس السعر، واكتر من سعر على نفس الكمية، وكمان مع تغيرات نسب الخصم. موضوع كبير، موضوع كبير وبسيط وسهل وما فيهوش حاجة. هنقدر ان احنا ازاي نعمله؟ اولا يا شباب هنحط عرض الاسعار في الخانة جنب المبيعات، والكميات تحت الخانة بتاعت المبيعات. المهم يعني ان الجزئية بتاعت المبيعات دي تبقى من ضمن الجدول بتاعي اللي انا بعلم عليه. بنعلم على الجدول زي ما حضراتكم شايفين كده، بنأكد عليكم ان الفيديو ده او المحتوى ده مش هتلاقوه في اي مكان تاني على اليوتيوب غير معانا باذن الله. هنيجي هنا من قائمة الداتا زي ما اتعودنا، الوات اف اناليسز هنخش فيها، هننزل على حاجة اسمها الداتا تيبل هنخش فيها. اولا داتا تيبل يعني عندي كميات كتير وعندي اسعار كتير وحاجات ومتغيرات كتير. رو انبوت سيل، فين البيانات اللي في الصف؟ الاسعار. خلاص يبقى انا هروح اختار السيل بتاعت السعر من هنا. طيب كولم انبوت سيل، فين البيانات اللي في الكولم الكمية؟ فهنختار السيل بتاعت الكمية، وكل اللي احنا نعمله ان احنا هندوس اوكي ونتفاجئ ب يعني اقول لك ايه، سحر سحر جوه الاكسل، ان احنا نقدر نحقق لنفسنا او لمديرنا او لشركتنا عروض اسعار بكميات واحجام مختلفة جدا. لو جينا غيرنا مثلا نسبة الخصم خليناها 1%، هنلاقي المبيعات اتغيرت، وهنلاقي الافتراضات اللي عندنا هنا اتغيرت على نسبة خصم 1%، لو غيرناها خليناها 4%، لو غيرناها وهكذا. طبعا احنا حطينا ازاي نسبة الخصم هنا بمنتهى البساطة، داتا فاليديشن للبيانات اللي موجودة هنا او نسب الخصم اللي موجودة هنا. تقدر دلوقتي حضرتك تختار انسب كمية مع انسب سعر مع انسب نسبة خصم وفقا لعروض الاسعار الكتير والمتاحة قدامك. لو عجبك الفيديو ما تنساش ادعمنا بالشير واللايك والكومنت، وان شاء الله نفضل دايما عند حسن ظنكم، وبنشكر كل اللي بيدعمونا، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.